لكن العود متناسق بأروع صورة مع الآلات الشعبية الروسية، البلالايكا والبيان والدومبرا أو الطنبور. اللحن العربي شط العربان الذي يبلغ عمره 800 عام يولد من جديد في أداء كمال بلان والأوركسترا الرسمية للآلات الموسيقية الشعبية. هاي أفضل يعني ظهور إلي على المسرح كان في روسيا، رغم أنه ظهرت أنا في كل الصالات الكبيرة طبعا ومع الفرق السيمفونية وأينما كان، ولكن هاي الحفلة بالذات تركت أثر في حياتي كبير جدا. الارتجال الموسيقي التجريبي المتقن في طبيعة كمال بلان وفي طبيعة العود نفسه، فلما والحال هذه لا نجرب أداء العود في موسيقى الجاز؟ فعلا الجاز يستوعب كل شيء، خاصة إذا كان من أداء فنان مثل كمال بلان. بالنسبة لي كلها سواء، موسيقى الجاز أو الموسيقى العربية أو اليابانية أو الصينية، المهم أن تكون موسيقى معبرة. عدا عن ذلك يحب كمال بلان الأفلام الروسية القديمة، بعض أغاني تلك الأفلام كما يقول تشبه الأغاني العربية. Много девушек хороших, как много ласковых имен, но лишь одно из них тревожит, унося покой сон, когда влюблен. Сердце, тебе не хочется покоя, сердце, как хорошо на свете жить. Как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Я за гратаном фихаэли, рамна фихаэли. هاي الطانجو العربي لفريد الأطرش، وهي الطانجو الروسي للمطرب الشهير أوتيوسف. كمال بلان اشتغل في السينما الروسية بعض الوقت. أذكرتك والرمال. نسمع صوته خارج الشاشة في فيلم السرية التاسعة عن الحرب في أفغانستان. أن الديفيات روتا أنا ذكرت هذه القضية لأنه غنيت هناك الصوت الشعبي يعني او القومي اثنيكا، فكانت على شكل تالي: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي. إلا أن المشاعر المرهفة والأحاسيس العميقة تعتمد الصوت الوادع الرقيق، والعود خلق لأداء هذه المهمة، لذا تأسرنا دوما ألحان هذه اللوتنة العربية، ويحظى العود بالإعجاب في الشرق وفي روسيا. لن يظهر أي آلة أخرى في العالم أدفأ من هذه الآلة، رغم أنه هي من الخشب البارد، ولكن الموسيقى التي تعطيه هو من أدفأ أنواع الموسيقى للروح الإنسانية.